بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا رب مكملين بداية تصنيف الزوايا. كنا تعرفنا على هاي الزوايا بالحصة السابقة، واليوم حنكمل، حنرجع نتعرف عليها وحنديكم إياها بطريقة أحلى، وحنحل الأسئلة مع بعض. أولا بلشنا أو بدنا نحكي بأول إشي عن الزاوية المستقيمة. هلا الزاوية المستقيمة هي أكبر نوع من أنواع الزوايا، أكبر زاوية قياسها دائما 180 درجة، وهي عبارة عن خط مستقيم. هذه هي الزاوية المستقيمة، عبارة عن خط مستقيم. لو اجيت حطيت لك حروف وقلت لك سمي لي هذه الزاوية المستقيمة، فرح نحط مثلا هي A B وهي C. فلما اجي اسمي هذه الزاوية المستقيمة، هاي هيك هاي زاوية مستقيمة. ليه زاوية مستقيمة؟ زي ما قلت لك هي أكبر نوع من أنواع الزوايا، قياسها 180 درجة، وهي عبارة عن خط مستقيم. لما أجي أسميها هيها A B C، أو بس بدل ما أسميها من هاي من هذا الاتجاه بسميها بعكس الاتجاه، بقدر أسميها بالعكس C D A. لكن بالحالتين يا رابع لازم تنتبه إنه اللي بالنص هي B، رأس الزاوية هو الحرف اللي بيكون بالنص، هذا رأس الزاوية. بقدر أسمي الزاوية بحرف واحد اللي هو مين؟ اللي هو الحرف اللي بالنص، لكن إنك تسميها بحرفين ممنوع، لازم إما بثلاث حروف أو بحرف واحد، وبالاتجاه أنت حر. هذه الزاوية، هذه كانت الزاوية المستقيمة. لو إجينا للزاوية المنفرجة، الزاوية المنفرجة بتكون أصغر بشوي من الزاوية المستقيمة وأكبر من الزاوية القائمة. أكبر من القائمة وأصغر من المستقيمة، هيها على القائمة هيك بتكون صح؟ فهي هذا الخط تبع المنفرجة، يعني هاي أكبر من القائمة، وهذا الخط تبع مين؟ تبع المستقيمة، يعني الزاوية المنفرجة بتكون أصغر من الزاوية المستقيمة وأكبر من الزاوية القائمة، تمام؟ أصغر من المستقيمة وأكبر من القائمة. هذه الزاوية المنفرجة، ممكن تضلها يعني الضلع هذا ممكن يروح ما بين هون وهون، بس ما بيصير لا ينطبق على هاي ولا ينطبق على هاي. إذا انطبق على هاي بيصير قائمة، وإذا انطبق على هذا اللي تحت بيصير مستقيمة. هذه الزاوية المنفرجة. لو نيجي للزاوية القائمة، الزاوية القائمة هي زاوية أصغر من الزاوية المنفرجة، هيها أصغر من الزاوية المنفرجة وأكبر من الزاوية الحادة، ودائما دائما قياسها 90 درجة، وتشكل حرف L. بتشكل حرف إيش؟ بتشكل حرف L. دائما يا رابع لما تشوف في مربع صغير هون الزاوية القائمة دائما بيكون زي هيك ثابت، زي إيش؟ زي ما أقول لك زاوية الغرفة، زاوية الصف، هدول الزوايا قائمة. فبتشوف تحت بيكون حاطط لك عليها مربع. الزاوية القائمة دائما بتدي تشبه مين؟ تشبه حرف ال، هي تفرج اي حرف ال، تمام؟ قياسها قدي؟ قياسها 90 درجة. هي اصغر من هاي الزاوية، اصغر من المنفرجة واكبر من الزاوية الحادة. اخر نوع اللي هي الزاوية الحادة. الزاوية الحادة هي اصغر نوع من انواع الزوايا، هي اصغر من القائمة، هي اصغر وحدة، تمام؟ هلا شوف هاي الزاوية القائمة صح؟ والزاوية الحادة أصغر منها، وطلع بتكون هيك صغيرة، تمام؟ هاي الزاوية المنفرجة، وأيضا الزاوية الحادة أصغر منها، وهاي الزاوية المستقيمة، وأيضا الزاوية الحادة بتكون أصغر من الزاوية المستقيمة. هيك بنكون راجعناهم كلياتهم. هلأ الآن يا رابع بدي أفرجيك كيف بدي أعمل الزوايا على إيدي زي ما علمتكم إياها. هلأ لما تمد إيدك بهذا الشكل معناها إنه هذه زاوية مستقيمة، هذه زاوية مستقيمة، فهذه الزاوية المستقيمة وهي أكبر نوع من أنواع الزوايا. لما بتع إيدي هيك شوي يعني صارت زاوية منفرجة، صارت زاوية منفرجة لأنه رفعت إيدي.
لما تعمل ايدك هيك زي كانها حرف ال، هيها زي كانها حرف ال، فهذه زاوية قائمة، هذه زاوية قائمة. بعدين لما تصير زي هيك اصغر اشي هذه زاوية حادة. اذا مرة ثانية، هاي مستقيمة منفرجة قائمة حادة، مستقيمة منفرجة قائمة وحادة. اذا هيك شفنا كيف بنمثل الزوايا على ايدنا عشان تحفظهم بشكل اسرع واحلى. طيب هلا بدنا نروح شو نعمل؟ بدنا نروح ايش؟ بدنا نروح نحل الاسئله مع بعض. خلينا نشوف الاسئله. هاي الاسئله اللي كانت معاكم امبارح واجد، فخلينا نشوفها ونحلها مع بعض. اول اشي بيقول لك سمي الزوايا القائمه. انا قلت لك ان الزاويه القائمه بيكون عليها ايش؟ بيكون عليها مربع صغير. هيها شفت هون في مربع صغير وهون في مربع صغير، معناته هدول ايش؟ هدول زوايا قائمة. كيف بسميهم؟ هيها هاي اول اشي الرمز تبع الزاوية، بعدين سميها اتش اف ار، اتش اف ار، او بقدر حدا ثاني يسمي لي اياها بالعكس ار اف اتش، او بنقدر نسميها بس بالاف. هلا نيجي للزاوية هاي نسميها نفس الاشي، هي R A F. في حدا تاني بيقدر يسمي لي اياها F A R زي ما بدك، بأي اتجاه بدك تمشي، بس لازم يكون ثلاث حروف أو بحرف واحد اللي هو مين؟ اللي هو الراء. طيب السؤال الثاني بيقول لك سمي الزوايا التي قياسها أصغر من قياس الزاوية القائمة. أصغر من الزاوية القائمة يعني ايش؟ يعني حادة. طب مين من هدول الزوايا حادة؟ هيها. هلا لو كان مش حاطط لك غير الحرف هاد، هلا هو بالكتاب عندكم حاطط لك، حاطط لكم كمان حروف، حاطط حرف هون وحاطط حرف هون. طب اذا مش حاطط غير هذا الحرف عادي بسميه بحرف واحد، ما هو هذا رأس الزاوية. فهذه الزاوية سي، فإن الزاوية سي أصغر من الزاوية القائمة، يعني زاوية حادة. لما نيجي لثلاث هون سمي الزاوية أو الزوايا التي قياسها أكبر من قياس الزاوية القائمة. أكبر من القائمة في شغلتين، أكبر من القائمة في منفرجة أكبر من القائمة، والمستقيمة أكبر من القائمة. يعني هاي منفرجة وهاي منفرجة وهاي مستقيمة، هدول الثلاث كلياتهم أكبر من القائمة، فباجي بكتبهم كلياتهم. هاي أول وحدة N D M، بعدين الثانية هاي المستقيمة O P E، آخر وحدة اللي هي هون الزاوية K B L. هاي سميتها كل الزوايا اللي أكبر أو اللي قياسها أكبر من قياس الزاوية القائمة. طيب نيجي نشوف السؤال اللي تحته، بقول لك من الشكل أدناه وسمي الزوايا الآتية باستخدام ثلاثة أحرف. بدي إياك تسميهم باستخدام ثلاث حروف، وبيقول لك بدي هذا الشكل قدامك بده منه زاوية حادة. تعال نشوف زاوية حادة. لو بنشوف هذه زاوية حادة، شايفها؟ هيها، وهاي كمان اللي تحت زاوية حادة. فشو بقول له؟ هيها بي اف سي. بقدر حدا تاني يقول لي اتش اف جي، فأي حدا بدي يسمي هاي تمام. طب تعال نشوف زاوية منفرجة. إذا بنحكي عن زاوية منفرجة، هلا هاي هيك هيك، هاي زاوية منفرجة، هيها دي اف سي. طبعا في كثير زوايا، فأنت بتقدر تسمي زي ما بدك دي اف سي تمام. هلا ايش هذه زاوية منفرجة. طيب نشوف زاوية مستقيمة. الزاوية المستقيمة بدي اياها خط مستقيم، اي خط مستقيم بدك اياه انت حر، بتسمي هيها مثلا هاي الزاوية دي اي اف اللي هي هاي هيك، هاي زاوية مستقيمة، ممكن اسميها هيك، هاي زاوية مستقيمة، هاي هيك زاوية مستقيمة، وهاي هيك زاوية مستقيمة اللي بدك اياها تمام. هلا خلينا نحط مثلا دي اي اف،
بده زاوية قائمة. إذا بتشوف في زوايا محطوط عليها مربع، لأنه أنا قلت لك دائما لما تحط مربع معناته إيش؟ معناته زاوية قائمة، فهدول الأربع زوايا زوايا قائمة. هلأ ممكن أسميها هيك، وممكن أسميها هيك، ممكن أسميها هيك، وممكن أسميها هيك، أي وحدة بدك إياها. هدول الأربع زوايا قائمة، بتحط أي وحدة وبتسميها، مثلا A E F. حدا ثاني بسجل لي A E D، حدا ثالث بيشتري لي D E G، أي وحدة بدك إياهم بتسميها. طيب نشوف السؤال اللي تحته، سؤال 7. أقارن بين قياس كل زاويتين مما يأتي بوضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي بالفراغ. بدنا نشوف. هلأ تعال معي هون. هلأ هاي زاوية منفرجة وهاي زاوية قائمة، مين الأكبر؟ المنفرجة أكبر من القائمة. طب هون هاي زاوية حادة وهاي زاوية منفرجة، المنفرجة أكبر من الحادة، فهيك أنا قارنت بينهم. طيب فرج معي على السؤال رقم 10، بنحل 10 و11 بس. هلأ بسؤال رقم 10 بقول لك رتب الزوايا الآتية حسب قياساتها من الأكبر إلى الأصغر. هلأ شوف، أكبر إشي بيكون المستقيمة، ما في مستقيمة هون. طيب مين اللي أصغر من المستقيمة؟ اللي هي المنفرجة. مين منفرجة من هدول؟ هاي منفرجة، وكمان هاي منفرجة، بس هاي المنفرجة اللي هي أم أكبر من المنفرجة تبعت إيش؟ تبعت سي. فأم أكبر وحدة، هاي أول وحدة وأكبر وحدة، بحطها أول إشي. بعدين هاي، بعدين هلأ هاي حادة وهاي حادة، بس مين الأكبر؟ هاي أكبر. بعدين بنروح للحادة آخر وحدة، هاي أصغر إشي. تمام. طيب سؤال رقم 11، هذا آخر سؤال هنا نحله من أسئلة الكتاب. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة أو أمام الجملة الصحيحة، وإشارة خطأ أمام الجملة غير صحيحة. بقول لك قياس الزاوية الحادة أصغر من قياس الزاوية القائمة، هذا صحيح. قلنا إن الزاوية الحادة بتكون أصغر من الزاوية القائمة، أو الزاوية الحادة أصغر وحدة بيناتهم كلياتهم. بعدين تشكل الزاوية المنفرجة ركنا مربعا، من غلط، ما فيها إشي مربع. هيها الزاوية، مين اللي بتشكل ركن مربع؟ الزاوية القائمة. الزاوية القائمة هي التي تشكل ركنا مربعا، مش الزاوية المنفرجة. هلا بقول لك تشكل الزاوية المستقيمة خطا مستقيما، هذا صحيح. الزاوية المستقيمة هي عبارة عن إيش؟ خط مستقيم، هذه الزاوية المستقيمة. طيب الزوايا المنفرجة جميعها لها القياس نفسه، هاي غلط، لأنه قلت لك إنه الزاوية المنفرجة لما فرجتك إياها على اللوح قلت لك إنه هي بتبلش هيك، ممكن تكون هيك، ممكن تكون هيك، المهم إنها ما تنعدل على القائمة ولا تنعدل على المستقيمة، لكن قياساتها مختلفة. الزاوية المنفرجة والزاوية الحادة قياساتها مختلفة، لكن اللي قياساتهم بالضبط معروفهم الزاوية القائمة. الزاوية القائمة هاي قياسها 90 درجة، والزاوية المستقيمة اللي هي هيك هاي قياسها 180 درجة. طيب هيك يا رابع بنكون انهينا درسنا اليوم. زي ما قلت لكم انا بس بدي تميز هاي الزوايا، تعرف كيف تعملها، واللي بيعرف يعملها على ايده كثير رح تميزوها اكثر اذا عملتوها على ايديكم. بدكم تدربوا عليها، مستقيمه، منفرجه، قائمه، وحاده. طيب خلينا نوقف لهون، والمره الجايه بالحصه القادمه باذن الله حنبلش بالدرس الجديد.